مشاهدينا الكرام، لقاؤنا الآن اقتصادي. نتعرف على أهم أنباء المال والأعمال مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكراً ريهام الديب، شكراً نهى توفيق، وأهلاً بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أعلن البنك المركزي تراجع رصيد الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر سبتمبر الماضي ليسجل 155 مليار دولار بتراجع قدره نحو 700 مليون دولار بمعدل 5.1% مقارنة بشهر يونيو الماضي. وأرجع البنك المركزي الانخفاض إلى تراجع سعر صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 2.7 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 2 مليار دولار. ولفت إلى أنه وفقا للمؤشرات فإن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 32.4% نهاية سبتمبر عام 2022، وهي لا تزال في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله بشأن إصدار البنك المركزي قرارا بفرض رسوم على عمليات السحب لكافة البطاقات البنكية من خلال ماكينات الصراف الآلي تتراوح من 20 إلى 50 جنيه. وأكد المركزي أنه لا صحة لفرض رسوم جديدة على عمليات السحب النقدي من البطاقات البنكية مسبقة الدفع وبطاقات الخصم المباشر من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM، حيث يتم السحب مجانا من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة وبرسوم لا تزيد عن 5 جنيهات من أي ماكينة أخرى غير تابعة للبنك. كما أشار المركزي إلى أنه فيما يتعلق ببطاقات الائتمان كريدت كارد التي تمثل نسبتها نحو 7% من إجمالي عدد البطاقات البنكية في السوق المصري، فيتم تحديد رسوم السحب النقدية الخاصة بها من خلال البنك المصدر للبطاقة، وذلك بهدف استخدام تلك البطاقات في الأغراض المخصصة لها. في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول الاقتصادي الرقمي، اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية، بما يتيح إجراء معاملات الدفع اللا تلامسية باستخدام التطبيقات عبر هذه الأجهزة. يأتي إصدار القواعد الجديدة استمرارا لجهود البنك المركزي الاستباقية في تعزيز التطور الرقمي، حيث يتيح الترميز إمكانية تسجيل بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الذكية واستخدامها لإتمام عمليات الدفع على نقاط البيع الإلكترونية أو الشراء عبر الإنترنت بطريقة سهلة ومؤمنة ومبتكرة. على هامش فعاليات مؤتمر سيراويك العالمي للطاقة، عقد وزير البترول طارق الملا جلسة مباحثات مع وزيرة الطاقة الأمريكية، ناقش أوجه التعاون الحالية بين البلدين في مجال الطاقة وخاصة في مجال التحول الطاقي والعمل من أجل خفض الانبعاثات لمواجهة تغير المناخ. وأكد الوزير خلال اللقاء على أهمية نتائج قمة المناخ COP27 التي استضافتها مصر في نوفمبر الماضي، ووضعت صناعة البترول والغاز لأول مرة في دائرة الحلول لمواجهة آثار المناخ أو تغير المناخ. ومن جانبها رحبت وزيرة الطاقة الأمريكية بمشاركة مصر في مؤتمر سيراويك الدولي للطاقة مشيدة بدور مصر كشريك استراتيجي للولايات المتحدة في مجال الطاقة. ناقش وزير البترول طارق الملا مع رئيس التنفيذي لشركة إني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي أنشطة الشركة في مصر في مجال إنتاج البترول والغاز والتعاون الإقليمي في تصدير الغاز الطبيعي المسال لأوروبا من خلال البنية التحتية لمصر. وأكد الجانبان خلال اللقاء على المضي قدما في خطط طموحة للإسراع بعمليات التنمية والإنتاج من الحقول ومناطق الامتياز التي تستثمر فيها شركة إني التي تمثل أكبر وأهم شريك استراتيجي لمصر في صناعة الغاز والبترول.
التقى وزير البترول طارق الملا مع مديرة الطاقة بالمفوضية الأوروبية لاستعراض عدد من المبادرات التي يتم العمل عليها لعرضها في قمة المناخ القادمة COP28 بالإمارات. وخلال اللقاء استعرض الملا الجهود المصرية المبذولة على المستويين الإقليمي والمحلي لزيادة صادرات الغاز للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى الرغبة المشتركة في زيادة التعاون في مجال التحول الطاقي والتغير المناخي. وأعرب الملا عن رغبة مصر في العمل نحو وضع خطة تحول متكاملة، بالإضافة إلى العمل على مختلف المبادرات بدعم الاتحاد الأوروبي لتقديمه خلال تلك القمة. في أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط بشدة لتواصل الخسائر الجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بمخاوف من أن يؤدي المزيد من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة الأمريكية إلى الإضرار بالطلب، بينما تنتظر السوق مزيدا من الوضوح بشأن المخزونات. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.1% إلى 82.38 دولار للبرميل، كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.4% لتسجل نحو 76.47 دولار للبرميل، فيما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.16% لتصل إلى 2.76 دولار للتر. انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 25% لتسجل نحو 2.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. اتسع العجز التجاري الأمريكي بشكل معتدل في يناير الماضي مع زيادة الواردات والصادرات بقوة. وكشفت وزارة التجارة أن العجز التجاري زاد بنسبة 1.6% إلى 68.3 مليار دولار في يناير. يعكس جزء من اتساع الفجوة التجارية على الأرجح تجدد الزيادات في أسعار البضائع والسلع الأساسية. وزاد العجز التجاري للبضائع بعد تعديله وفقا للتضخم 3.6% إلى 101.8 مليار دولار في يناير. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لنهى وريهام لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا فاطمة.